صباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم فلوق جديد ومرحبا بكم اختي في نهار جديد. شوفوا لي الجو كيفاش صابح. الصراحه اليوم صباح شتيوة، صباح واحد الريح يا ربي تعطيها لنا على قد النفع. والله الا صبحنا فرحانين، من البارح كان الريح واليوم صباح شتيوة. ما عرفتش واش كتبان لكم دابا، دابا راه حابسه شي شويه، ولكن كاين واحد البريد شحال غزال يا البنات. الله يعطيها علينا قد النفع. الصراحه هذا نهار مبروك، هذا مني صباحه اليوم صب الشتيوه صافي اختي. واليوم لعب المنتخب الوطني، غادي نربحوا اليوم، غادي نربحوا فرنسا باذن الله ونزيدوا نتاهلوا. قولوا امين في لي كومونتير البنات، كتبوها واخا يكون هذا الفيديو تحط اللي عطى الله عطاه. المهم نتمنوا يكون خير يا ربي، ونتمنوا المنتخب المغربي يربح لينا. المهم بغيت نصور معكم هذا الصبيح، هذا شوفوا الريح هنا قدامي، عندي قدامي هنايا واحد البقعه ارضيه كبيره، وقدامي الشجر هنايا والعمارات بعادين عليا لهي. هذاك الشيء علاش انا كتكون عندي لافيو صراحه زوينه هنايا في الصباح، لا في ايامات الشتاء ولا في الايام ديال زعما هكا الشميشه. شوفوا الشتي ورا طايحه ومسك الدنيا انتوما. ايوا البنات الله يرزقنا الشتي وعلى قد النفع. يلا المهم خليكم معايا، انتم معايا غادي نشارك معكم هذا النهار وشنو غادي ندير فيه. نوجدوا شي طبيله زوينه نجلسوا عليها في العشيه فاش نكونوا كنتفرجوا في الماتش، وهانتوما معايا البنات. ودابا اختي جبتكم معايا الكوزينه كما كتشوفوا، حطيت هنايا بزاف ديال المقادير. المهم غادي نقول لكم شنو غادي نصاوب. اول حاجه بغيت ندير واحد الكيكه ولا واحد التورته ديال جينواز، هي كتصوب من الجينواز والكريم وداكشي ديال المنتخب المغربي اختي. اي المنتخب المغربي غادي نصوبوا ليه كيكه حنا كاع ونديروا الفال باش يربح. ضحكوا عليا. المهم بغيت نصوب واحد الكيكه هكا ناكلوها وداكشي نديروا بها الكوتي. ما عرفتش واش قلت لكم لا تقدر تدخل عندي جارتي وليداتها، كنت دايره زعما قلت لراجلي انهم يدخلوا معانا كتسكن قدامي ونتفرجوا مجموعين ونشطوا مجموعين. مهم اول حاجه حطيت هنايا هي المقادير اللي غادي نحتاج في التورته هذه. ديجا شاركتها معكم في القناه، صوبتها شحال هذه. بعدا اختي قولي لي بصحه لو تان ديال المغرب داكشي احمر وخضر، يا ربي غير نربحو. المهم حطيت هنايا كلشي، غادي نبدا نصوب الكيكه وفي نفس الوقت نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاج فيها. يلا اختي هانتي معايا، ما تزابيش خليك هنايا. ودابا البنات غادي نبدا ندير المقادير في الكاس دمولينكس، وانا كنقول لكم شنو غادي نحتاج. عندي هنايا جوج بيضات، درت 6 المعالقات ديال سنيده و6 المعالق ديال الحليب. المهم هاد الكيكه فيها كلشي من نص 6 المعالق. وعندي هنايا 6 المعالق ديال الزيت كما كتشوفوا، وغادي ندير واحد صاشيه وحده ديال الفاني باش كتحيد لينا الزفوريه. المهم انا كلشي كيف العاده كنخدمو في كاس دمولينكس. غادي نطرب داكشي مزيان مزيان حتى يولي ليا البيض ديالي بيض وكيتخلط مزيان مع دوك المقادير الاخرين. من بعد غادي نجيب شي بول هكذا اللي غادي نخدم فيه. من بعد خويت الخليط ديالي هنايا. وبالنسبه للطحين راه حتى هو عندي 6 المعالق ديال الطحين، وعندي بعدا جوج خمارات غادي نغرب لهم. دائما انا كنغربل الطحين والخمارات باش كيجيوني ساهلين ملي كنبغي نخلط غير هكا بسباتول ولا بيدي. دونك درت جوج خمارات غادي نغرب لهم. ومن بعد هنا الدقيق عندي حتى هو 6 ديال المعالق كبار عامرين، غادي نبقى ندير بشويه بشويه. ديما الطحين ديرو بشويه بشويه باش انت كديري الطحين وعينك ميزانك عاوتاني على حسب الطحين اللي عندك، لا يكون دغيا دغيا كيشربوا الخليط يكون عاوتاني خاصك تزيدي. مهم هنا حاولت انني ندخل داك الطحين كامل في الكيكه ديالي وكنطرب بيدي. هاد الجينوازه البنات كتجي واعره وكتجي ناجحه ومفشفشه. ها نتوما شفتوا الخليط كيفاش داير، ما ثقيلش بزاف وما خفيفش عاوتاني بزاف. مهم خديت هاد المول هذا اللي كيتحل من الجناب، دهنته كيف العاده بشويه ديال الزبده وشويه ديال الطحين. واهم حاجه اختي هزي يديك الفوق ملي تكوني كتخوي اي كيكه في المول باش كتجي مهويه من الداخل ومفشفشه. ديري هاد لاستوش وجربيها وشوفي كيفاش غادي تجي معاك. المهم هنا راه الفران شعلت عليه قبل كيسخن، كندخل كنشعل عليه غير لتحت ملي كتبدا طيب الكيكه، ومن بعد عاد كنشعل شويه الفوق باش تحمر.
الوقيته اللي كطيب الكيكه انا راه كنصاوب هنايا لا كريم اللي غادي نحتاج. عندي هنايا جوج بواطات ديال هولالا، انا كنستعمل هاد هولالا، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال سنيده، وعندي لا غوم ديال الفرامبواز كما كتشوفوا. هاد هولالا هادي خاصها تكون بعدا بارده باش دغيا كتطلع معاكم، يعني ما كتعذبكمش ملي كتطلعوها. انا كنديرها هنايا في العجانه، كتطلعها ليا المهم عجانه ولا بالطراب الكهربائي. صافي غندير هادوك جوج بواطات فيهم 200 مليلتر، وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال سنيده كيف ما شفتوا راه هي حاطاها تما، انا غادي نزيدها عليهم. نورمالمون هاد هولالا كتكون حلوه، ولكن انا كتعجبني تجي حلوه اكثر شي شويه. دونك زدت معلقه كبيره ديال سنيده، وهاد لا غوم ديال الفرامبواز، كانت عندكم فخيز ولا فرامبواز ولا المهم ديروا اللي بغيتوا، درت جوج معالق حتى هي تقريبا عامرين. صافي وغادي نخلط الشانتي ديالي، حيت ماشي شانتي هذه كريمه ديال الهولالا ماشي شانتي، غادي نخلطها حتى كتبدا تقال مزيان، وديك الساعه نديرها في الثلاجه. هنا راه الكيكه ديالي خرجات ولا الجينواز ديالي خرجتها من الفران، ها نتوما تشوفوا كيفاش القياس كتجي مزيانه طالعه شي شويه. هذه غنقسمها على ثلاثه وكتجي رطيبه كما كتشوفوا. المهم خليتها حتى بردات البنات مزيان، عاد قطعتها، راه مشى ليا داك المقطع اللي كنت كنقطعها فيه ما تصورش ليا. هنا وجدت السيرو، عندي فيه كاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الفرامبواز ومعلقه كبيره ديال سنيده، خليتهم حتى بردوا، عاد جيت سقيت بهم الطبقه الاولى كما كتشوفوا. صافي هنا كنبدا نابليكي الكريمه ديالي وكنزيد الطبقه الثانيه. المهم هذا الشيء راه زعما معروف، ما غاديش نحتاج اختي نقولوا لك، راكي عارفه، انا غير كنبغي نشارك معك وصافي. المهم هنايا عاوتاني سقيت الطبقه الثانيه ديالي ديال الكيكه. كل ما سقيتوها البنات مزيان ما تخافوش منها، كتجي زوينه فاش كتكونوا كتاكلوا الكيك، ما كتحسوش به ناشف، كتحسوا به مع داك السيرو فيه الفرامبواز وداك الشيء. والله الا كتعطي واحد المذاق واعر، غير جربوها ما غاديش تندموا. وهنا زدت الطبقه الثالثه، هذاك هو الوجه ديال الكيكه، زدتها في الاخر وعاوتاني حتى هي سقيتها مزيان. صافو هنايا عاود درت عليها الكريمه وحاولت نغطي الوجه ديالها كامل. من بعد ما ساليت من الكيك وغطيته كامل، هنا غندوز للكلاصاج اللي غادي ندير ليه من الفوق. عندي هنايا كاس ديال الكريمه اللي سائله، وعندي هنايا جوج ورقات ديال الجيلاتين كنت مرقداهم في الماء، ومورسو ديال الشكلاط ابيض، وغادي نزيد واحد جوج معالق تقريبا صغارين ديال يكونوا عامرين ديال نكهه الفرامبواز، وغادي نزيد الملون الاصطناعي، حيت انا هاد الكلاصاج بغيت نديرو اختي في الاحمر الطيم ديال المغرب. دونك عندي هنايا ملون اصطناعي، غندير تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وانتوما شوفوا على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. انا درت نص معلقه وزدت واحد شويه، حيت ملي بديت كنخلطو لقيتو بحال غادي لواحد الغوز مغلوق، وانا بغيت داكشي حمر اختي، حمر الرايه ديال المغرب. صافي المهم هنا بديت كنخلط داك الكلاصاج ديالي مزيان. بالنسبه للكريمه درت كريمه ديال نيت هولالا، بديت كنخلط داك الكلاصاج مزيان، درتو فوق البوطه حتى بدا كيغلي، ولكن البنات من خليته كيغلي من بعد ما غنخدم به حتى يبرد ليا تماما، وغادي نجي نخويه فوق الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا. المهم تزينه البنات، راه ما كملتوش معاكم حيت فريمون كنت مزروبه. هنايا صوبت واحد الميني بيتزا، كانت عندي صراحه لاباط في الفران، عرفتوا ما تديوش على صوتي راني ضاربني البرد وكنمونطي معاكم. المهم كانت هنايا عندي لاباط في الثلاجه، غير جبتها وعمرتها، درت لها بون صوص طوماط وفليفله وطون وفرماج كما كتشوفوا. وها هي اختي الكيكه ديالي ديما مغرب، زوقتها بداك الشكل كما كتشوفوا. المهم انا كانت عندي واحد الكيك اخر رغيفه الشحمه اللي كانت عطاتني ماما. وصافي هنايا لي بيتزا اللي صوبت، المهم حطيت الطبيله ديالي باش نتفرجوا اختي في الماتش. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. صافي
صباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف صبحتوا؟ صراحه معاودتش بنت معكم من البارح. كما شفتوا وجدت معكم ديك الطويبله وجلسنا حطينا المسائل ديالنا وكنتسناو الماتش يبدا وصافي تفرجنا. وراكم عارفين منين ما كنربحوش كيبقى فينا شي شويه الحال وكنتقلقوا تيمشي لينا المورال، تنقولوا علاش معلاش. صافي ما عاودتش صورت معكم صراحه، كنا ناويين اننا غادي نربحو غادي نخرجوا عاوتاني وغادي نحيحو، حيت راه خاصنا غير فين نحيحو فين نشطو فين نضحكو. ولكن مالوغوزمون ما ربحناش وماشي نهايه العالم اختي، واخا ما ربحناش الصراحه راه لعبوا وداروا ما في جهدهم، غير اننا وصلنا للدومي فينال راه شي حاجه اللي واعره زعما، راه شي حاجه هذا راه في حد ذاته راه انجاز. فرحونا شحال من مره ونشطنا شحال من مره وداروا ما في جهدهم، ماشي مشكل، عقبال الجاي ان شاء الله يكون احسن. المهم ما عاود صورت معكم والو البارح، دابا يلاه فقت والله يلاه فقت، بقى قنبوقه شي شويه مازال ما فطرت ما والو، صافحه الشاي مسدوده. ايوا اش غنديروا، ماشي مشكل، خير فيما اختاره الله واللي جاي يكون احسن. جيت باش نبان لكم اصلا هذا الفيديو، هذا ما بنش لكم البارح حتى لو كنت مشغوله في الكوزينه والله ما قدرت نصور زعما هكا نهضر معاكم ولا نبان لكم. دوزت النهار كامل وانا يا مشغوله غير في الكوزينه كنوجد وعاد درت الغداء وداكشي، صافي قلت حتى نربحو راه غادي نبان ليهم. سامني ربحنا زدت كملت ما بقيتش بنت، ملي جمعت الروينه كانت عندي جارتي وراجلها تفرجنا اونصومبل داكشي، صافي غير سالينا جمعت الروينه وانا نمشي نعس. صافي ما قلت ما بقاش عندي المورال باش غادي نهضر ولا شنو غادي نصور لكم اصلا، ما كاين لا زعما ما كاين حتى شي حاجه نصورها. ايوا قلت هاد الصباح هذا نبان لكم، ما عرفتش واش غادي نسد معكم الفيديو دابا ولا غادي نشوف شنو غادي نزيد، والله الا مازال ما عرفتش. المهم درت شي حاجه اختي راه غادي نصورها معاك وغادي نبان معاك اليوم. عطي صباح واحد الجو غزال بعد هاد الليله كامله ويا الشتا كطيح، الحمد لله عليها والله يعطيها لينا على قد نفع دائما كيف ما كنقولها. بعدا هاد الشتي واللي طاح تفرحاتنا ونساتنا شي شويه الليل كامل، البارح النهار كامل اللي كطيح واليوم بعدا في السخيرات الليل كامل وهي كطيح عندنا، الله يعطيها لينا قد نفع يا ربي ونتنفعوا بها. المهم البنات لقيت شي حاجه مازال نبارطاجيها معكم ولا خرجت اليوم راه سويتي عيات ليا، قلت لكم لقيت شي حاجه ما نبارطاجي معكم راه غادي نصورها معكم. ما لقيت والو ما مشيت فين، غادي نقول لكم باي باي وما غاديش تعاودوا تشوفوني. المهم اي حاجه درتها هانتوما معايا حتى اليوم، راني صباحه مروحه شي شويه، صباحه عيانه مدقدقه، ما عندي كان لا نفطر لا ندير غدا لا والو. راكم عارفين بعض المرات كتجيكم ديك الحاله ديال ما باغي ندير والو، ما باغي فريمون ندير والو، باغي نتبقاو غير مجبدين ولا غير متكين ناعسين وصافي. ايوا اش غنديروا، الحمد لله على كل حال. يلا انتوما معايا.